الاستاذ خالد مرتجي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا خالد، انا عارفه ان انت معاهم في البعثه، يعني ايه الاستقبال الرائع ده؟ صديقتي الاهلاويه الجميله الاعلاميه العظيمه لميس الحديدي، بالعند في عمرو بيه اديب. أيوة. طبعا لا انا كل شويه اشغلهم له، اقول له بص 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 الاهلي، بص استقبلهم ازاي، جماهيرنا في كل مكان.